من جهته قال رئيس صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة الدكتور محمد العاني أنه ناقش مع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل كيفية التعامل مع المشاريع ووضع الأولويات بالمناطق المتضررة بما يساعد في إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار المجتمعي فيها. جرت اليوم الأخ دكتور عمار الجبوري ومحافظ صلاح الدين والوفد المرافق إليه إلى صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية. طبعا كان نقاشنا على كيفية التعامل مع مشاريع محافظة صلاح الدين والمناطق اللي ضررت من العمليات الإرهابية. إن رؤية في هذا الموضوع راح تكون بالتعاون مع المحافظة ووضع الأولويات للمشاريع اللي يجب أن يكون هنالك عليها بصمة واضحة لإعادة الإعمار وإعادة والتعامل مع النازحين وإعادتهم وإعادة استقرارهم، وهذا هو الهدف الرئيسي للصندوق، يكون هنالك مشاريع للبنى التحتية تهيئ هذه الأمور للنازحين وإعادة استقرارهم ورفع المعاناة عنهم اللي طالت عليهم هذه السنين الماضية. وكان هنالك توافق في الرؤى وراح تكون هنالك تعامل مستمر وزيارات ميدانيه مستمره لغرض وضع خطه اعاده اعمار المناطق المتضرره في محافظه صلاح الدين.